أخبار اليوم. حصل الانتحار يا حصلت هنا تقريبا الساعة 9:30. في حاجة اسمها الوحدة البكرية الثانية، المحطة فيها 2 وحدة بكرية، دي الوحدة البكرية الثانية دي يعني اتحرقت بالكامل. الناس اللي جوه العمال هم اللي بدأوا يطفوا لغاية ما رجال الإطفاء وكده جم وكملوا الموضوع معاهم وكده، ان هم المهندس إبراهيم محلب، المهندس محمد شاكر، المهندس اسمه ايه؟ جابر الدسوقي اللي هو رئيس شركة قبضة للكهرباء، كل دول كانوا موجودين جوه. هم قالوا ان الوحدة دي يعني هم ما يعرفوش السبب لجد دلوقتي ايه هو، بعد ما يخلص التحقيق هيعرفوا ايه الاسباب وكده، وان المحطة يبقى محتاجة وقت عشان ترجع تاني. طب حد صرح جوه قال ده هيأثر مثلا على حركة الانقطاع الطريق الكهربائي؟ يعني التأثير على 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 كلامهم هيبقى ضعيف. يعني هيبقى ضعيف، لان يعني زي ما قلت لك في وحدتين، ففي وحده لسه شغاله. هل في ضحايا جوه؟ لا لا لا، مفيش اي ضحايا.